السلام عليكم الخوت والخواتات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وبالف خير. شكرا لكم بزاف 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 عليكم الاطراد الزوينه ديالكم وعلى اللايكات ديالكم وعلى البارطاج ديالكم، وشكرا على الناس اللي صوروا فيا والناس اللي قالوا لي كي بقيتي شويه. الحمد لله شويه شويه. بزاف اللي كيقول لي خاص تشوف الطبيب، انا ما بغيتش نشوف الطبيب دابا، تنحيد عليا شي مشاكل وداكشي، شي كريديات وداكشي، لان ماشي في الاستطاعه ديالي باش نمشي نشوف دابا طبيب اختصاصي. وانا اللي كنقول بزاف اللي كيقول عليا، كيقول لي كره الاعصاب، الاعصاب اللي كيديروا لك هكا. حنا فاش ديك النهار تعصبت مع واحد اللعيبه في الخدمه، كان واحد شاب كويزيني نسى. دابا انا وصيت واحد، قلت ليه ما تطفيش ليا واحد اللعيبه كيديروا فيها قريه، كيديروا فيها سميتو كيشوفوا فيها، اللي ما تطفيهاش خلاها لي واشعله مع واحد الدري باقي جديد. مشى شاف الاخر، شاف الغاز باقي شاعل، ومشى طفاه، كيسحبوا نساها وما بغاش تحق لينا، ما بغاش تحيد لينا داكشي ديالها. وصافي تعصبش ويشدني الخنقه، صافي قلت لي يمكن غالبا، وضرني هنا قلت صافي يمكن هما، يمكن الاعصاب هما اللي داروا لي هكا. ما عليناش، ما هادشي ما خصنيش نبقى نهضر فيه. جيت واحد الموضوع، ولكن قبل ما نبدا الموضوع ديالي غنخلي لكم هنايا واحد الرابط، ماشي رابط ديال القناه، القناه تجيب لكم الرابط ديالها حيت ما عنديش الرابط ديالها، ونعطيها لكم باش تشوفوها. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على 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 اللي بغاو يديروا شي ريجي ولا شي حاجه، كاينه واحد لاباج في فيسبوك كاتبينها ناقص كيلو ناقص مشكله، ديال واحد السيد محمد صابور، راه تيعطي شي حوايج زوينين، وغادي الناس اللي غيبغي يستافدوا، راه داخلين عليها الناس بزاف، غتستافدوا من بزاف ديال الاطباق تيصوبوهم الناس عادي بحالنا، تيصوبوا كيديروا صيام متقطع، وكيديروا صيام اسلامي، وتيديروا اطباق اللي زوينين، اللي تشوفوا تقدروا اللي بنادم اللي ما عارفش غادي يستافد منهم. انا نخليها لكم هنا في التصويره في الجنب هنايا، نخلي لكم التصويره باش تشوفوها، ودخلوا لها لاباج فيسبوك، وديك الساعه ندير نشوف نقلب على الرابط ديال القناه ديال محمد صابور وندخل لها، لانه هو الكوتش اللي كيعطي هاد التحديات، يعني كيدير واحد التحدي ديال سيمانه ولا ديال شهر ديال انقاص الوزن، ودير واحد الفيديو واقع ما شفتوش ديال تثبيت الوزن، يعني ما تخل واخا تقطع داك السيم المتقطع ديالك وترجع للعادي يبقى الوزن ديالك ثابت، يعني ما غاديش تزاد عاوتاني في الوزن. ما عليناش، هذا حاجه مهمه بزاف، حيت الناس بزاف اللي باغيين يطيحوا الوزن وما قادرينش، كاين اللي كيقول لك انا ما نقدرش نحيد السكر، ولكن لا بد تحيد السكر، حيت حتى في السيم المتقطع حتى هو كيقول لهم حيدوا السكر وحيدوا الخبز، وكل غير ربيع ديال الخبز ولا 50 غرام اللي كيدير في واحد البروغرام، حاولوا تدخلوا وباش تستافدوا حتى نتوماي، لانه كيدير داكشي غراتوي، ماشي بحال بزاف ديال لي كوتش اللي كيقول لك خاصك تخلص واحد 1000 درهم ولا 2000 درهم ولا 1500 درهم، وغندير معاك واحد 3 شهور، نتبع معاك 3 شهور ولا شهرين ولا هكذا. هو ما كاينش تيدير البروغرام، دخلوا استافدوا كاملين، يعني ماشي غير اقتصر علينا حنايا، عليا انا ولا على بزاف، واخا انا ما كنتبعش البروغرامات ديالو لانني باقي ماشي ما مستعدش، انا ناقص الماكله وناقص محيد السكر ومحيد الخبز ديال الحانوت، يعني محيد هذاك الخبز ديال الدقيق الابيض محيدو، زعما كاين ما تناكلوش، كناخذ الخبز ديال الخبيزه الزرع، ولا كناخذ واحد البطبوطه عند واحد السيده ديال القمح مره كيغرني الشيطان، كناكل شي مسمنه باش ندير، يعني فاش كنجي الصباح بعد مباراه الصباح تنفطر، ونقدر غير نفطر انا بجبانيه ديال البصاره، وكناكل شي بيضه مسلوقه، صافي كنجي كنعس، وبعد مباراه ما كناكل والو، كنجي كنعس حتى العشيه بحال هكا، صافي كنكون غادي اكثر. الا فقت معطل، الا فقت معطل اش كندير؟ كنطرق هنايا السويقه الجديده، الناس اللي تعرف صرا عارفينها، تلقى واحد المباراه لقيتها هو هذاك ما لقيتهاش، تنقول صافي ماشي مشكل، كنلقاها كناخذ معنا واحد جبانيه الحريره وشي مسمنه، بعض المرات ماشي يوميا زعما ناخذ مسمنه، ولكن بعض المرات كناخذ مسمنه، لما كنت واكل والو، يعني كنكون واكل والو، يعني من الصباح حتى العشيه كنت واكل، راه كنمشي ناخذ واحد الخبيزه ديال الشعير وكنمشي ندير فيها شي بيضه مسلوقه وهكذا. اما لا كنت بعض المرات الصباح راه كنجيب معايا خبيزه ديال الزرع، لا شقات ليا بعض المرات كنجيب خبيزه ديال الزرع عند واحد المول باتيسري هنايا قريب ليا، تناخذ البيض كنجي كنسلقو، كنعمر واحد بريريت صغيور ديال اتاي، صافي تنفطر عاد كنعس على حسب، الا جيت مسخسخ صافي كنجي باغي نحط راسي ونعس، بحال البارح جاي، حيت البارح ما خدمتش في الليل، ولكن البارح في الصباح ديال البارح جاي مدقدق مع كلا ماتش نهار الثلاث، بلا ما نهضرو على ديك الموضوع لأنه كاع المغاربة تعصبو، راه جاي لهذا الموضوع اللي جبت تهضر فيه، كلشي تعصب وكلشي طلع ليه الدم، كنا جايين مسخسخين مع كابلان بزاف، عرفتي جاي وجبت معايا تخيل، جايب معايا الخبز وجايب معايا باش غادي ناكل، حتى
حطيت داكشي قلت نريح واحد شويه نستريح وكاو صافي نعس صافي دخلت فوقت حتى شي ثلاثه تقريبا حتى شي ثلاثه فوقت وانا ندير ديك البريري ديال اتاي درتو ندير صوبت لي الخبز ديك الخبيزه ديال الزرع وكتبت معايا واحد تشهيت واحد اللعيبه ديال السردين لقيت هاد واحد الملحان كليها فين خدام قرب ليا وخديتها جبتها معايا يا ديك فقت ديك الساعات وانا نعيط على داك الريحانه هي الاولى لقيتها باقا ناعسه قالت لي جدا راه باقا ناعسه حيت ما كتقراش في العشيه البارح الاربعاء قلت لها وانت فيقا راح ندير قلت لها نخرجك درت معاها نخرجها يا هذيك نيت صافي قالت لي صافي بابا جي ما فاش فاقت عيطت ليا بين ما انا كنت فطرت ديك الساعه وساليت شي ربعة فطرت وداك الشيء صافي مع شي خمسة مشيت عندها خرجتها ديتها تلعب مسكينه فرحات قالت لي اجي بعدا ندوزو للسويقه قلت لها زيدي اختي مشيو للسويقه مشات كتقلب على شي بوندوات قالت لي بغيت نصاوب بوندوات وبغيت نقادو وداك الشيء قلت لها سمحوا لي راه البرد الجو هذا الله يرحمنا بشي شتا لان الشتا مهمه تحيد علينا هاد المرض هذا وهاد الغبره اللي كاينه في هذا والتلوث اللي كاين الشتا يا ربي ترحمنا وصافي والله العظيم لا الوقت غدا وكتصعب وزاد الشتا ما كايناش مشكله يا ربي ترحمنا يا ربي دعيو دعيو باش ربي ينزل عنا الرحمه قلت لكم صافي خرجتها مسكينه ديتها قلت لها فين مشيو قالت لي السويقه قلت لها اجي دخلنا السويقه مشينا عند دوك اللي كيبيعوا الفلايم داكشي دخلات مقشات ما بان لها والو دخلت عند حتى باش تقول لي يلاه نمشي يلاه نمشي خرجنا قلت لها فين باش غادي نمشي نلعب قلت لها يلا شدينا طاكسي مشينا جيت الموظفين الناس ديال ازكال وتعرف راه عارفينها طلعنا للساحه ديال السعاده مشات لعبات مع راساتها لعبات صافي هذيك قلت لها يلا جي ندخلوا لهنايا واحد بحال المعرض كاين تما قلت لها راه كاينين صحابي في الليل بغيتي تاخذي شي حاجه دخلات عجبوها شي فلايل خداتهم خدات واحد اللعيبه بحال الباندا كدار من هنايا خدات لي قالت عجبوها لي قالت على البرد قالت لي بغيتهم على البرد في الصباح قلت لها خذي اختي خذي كلشي ديالي قلت لها صافي خدا وحشمانه بغيت تاخذ كتقول لي واش ناخذ كنقول لها خذي اختي خذي كلشي راه كاين اللي غايقول لي ما تقولش لي اختي راه كنقول لكم راه هي اختي وهي كلشي كيما هذيك النهار نهضر معاها في الخدمه في الليل صونيت عليها وقلت لها فين صاحبتي وكانوا شي دراري سربايه وداكشي كيتعشاو وهكا البنات كيتعشاو مابقاو كيشوفوا فيا ويقول لي واحد خينا واش انت صاحبي ما تتحشمش كتقول لها فينا صاحبتي كتهضر مع من تتهضر قلت له انا نوريه التصويره ديالها قلت لها صاحبتي ها هي وبدا يضحك قال لي الله يخليها لك الله يحفظها يا ربي هذوك البنات قال لي الله يحفظها لك البنيه هذيك قلت لهم هي قال لي الله يحفظها لك قلت لهم امين يا ربي قلت لهم هذه هي صاحبتي هي كلشي ما عليناش صافي لعبات البارح لعبات شويه تمنى خارجين قلت شنو بغيتي حمص هذا ولا القليه ولا هذا بان لها الكبال كيعجبها داك الكبال اللي تيكون مسلوق خديت لها كبالة قلت لها واش نمشيو نشطو الطاكسي ونمشيو قالت لي لا نمشيو على رجلينا نمشي غير نكملها في الطريق صافي بقينا غادي ندرد بينا انا وياها من تما كينا حتى وصلنا ديتها ونسيت لها قالوا لها هاتجي نسيت ما تشد ديك الورقه بابي جينيك وكلي وهذا جبوطة ديال كلينيكس نسيتهم انا يلا تمي تغادي وهي طلعت عند جداها وانا نتفكرهم وانا رجعنا مول الحانوت خديت من عنده هذا وقلت لها انت تهبط ريحانة تلعب وهاد شويه قلت لها عطيهم لها الله يحفظك خديت لها باكيه جوج باكيات ديال كلينيكس عيطت لجدها قلت لها انت راه ما خديناش هادوك ودوزت هضرات معايا ربي ريحان قلت لها هذاك الشيء ما خديناش قالت لي لا ما شريناش قلت لها انت هبطي خذيهم من عندي ياسين مول الحانوت راني خلصتهم ليه قالت لي صافي شكرا بابا قلت لها ماشي مشكل هي هذيك صافي خليتها وجيت بحال هاتي ديك الساعات هنايا درت قهوه كحله بلا سكر دائما هنايا ديما فين ما كنبغي نمشي دابا للخدمه خصني نشرب قهوه كحله بلا سكر كتصحصح لنا شويه وصافي يعني السكر الله يلا عطيتو شي ساعه قسما بالله كتحس براسك وليتي في شكل فاش كتبعد على السكر قسما بالله الا كتحس براسك الدات ديالك كتبدا تنفس كتولي بخير لان السكر تيضرك اصلا الانسان تيضرك لك وجهك بزاف الحوايج الا نقصوا السكر قسما بالله الا غيبدا وجهكم يصفق حضيو هاد القضيه هادي جربوها غير شهر غير مده شهر انا ما تنقولش الانسان يقطع السكر بصفه عامه ولكن بغيتو ينقص من السكر بدا تنقصو بشويه بشويه تدريجيا يعني كنت كندير واحد الطوبه ديال السكر ندير نص بقى غادي تنقص باش ما تشدنيش ديك الدوخه ولا كانت كان الانسان غادي يدير التميرات الانسان ياكل التميرات باش يعوض داك السكر باش ما يطيحش ليه السكر باش ما يطيحش ليه دغيا ويحس بالدوخه ويحس بالطياره هذا ما كان اخوتي نمشيو للموضوع ديالنا اللي هو بزاف ديال الناس دابا ولاو ماشي على حساب دابا هاد الخسران ديال المنتخب المغربي ناضوا شي وحدين في الجزائر الله يهديهم لان كيديروا الفتنه
يعني عندنا كاينين شي وحدين بغاو يديروا فتنه ما بين الشعبين، فرحانين الطوموبيلات طو 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 طو، علاش فرحانين جنوب افريقيا؟ لان علاش؟ ولكن ماشي كلشي، حنا ما نعموش، لان حنا ندخلوا في التفاصيل، حنا ما بغيناش ندخلوا فيها وندخلوا نبقاو نتعايروا معاهم. كاينين الناس متابعين من الجزائر كيتفرجوا فينا تيشكرونا وتيحبونا وتنحبوهم، يعني هذوك اللي كيديروا بحال هكا غير بغاو يديروا الفتنه، والفتنه اشد من القتل، يعني بغاو يديروا الفتنه ما بين الشعبين. يعني كاينين وحدين اللي ما باغينش الشعبين يبقاو بحال خوت، خاوه، يعني ما باغينهاش تكون، يعني باغي ديما تكون ديك البلبله ما بيننا وبين خوتنا الجزائريين. ولكن هيهات هيهات، حنا الحمد لله كاين خوتنا في الجزائر كيبغيونا، وكاينين خوتهم حتى هما هنا في المغرب كيبغيوهم، يعني ما كاينش لكنا نشدوا بعضياتنا في الكره، وشد فيا نشد فيك، راه حنا تنضحكوا فيها وعادي جدا، يعني خسرتي نضحك عليك وانت خسرتيها، ولكن ما نوصلوش لشي حاجه اللي خايبه كما الصراعات اللي كتولي دابا هنايا في المغرب كاع. اصلا ديال البطوله في المغرب تلقى الجمهور ديال الحسنيه مع الجمهور ديال الجيش، الجمهور ديال الجيش مع الوداد، مع الدراجه، مع الراجه، مع الجمهور تاع الوداد، يعني هاد الفتنه ديال الكره اللي ولات صعبت بزاف، لانه وليتي كتشوف شي حوايج خايبين بزاف بزاف بزاف. الله يهدي ما خلق هادشي اللي غنقولو، تنقول للدراري والوليدات اللي كيكونوا مع الالتراس، الله يهديكم، يعني عرفوا شنو تديروا، عرفوا شنو كديروا. كما واحد السيد شوف على الفيديو ديال الامازيغ ولا ما عرفتش ديال هنا ديال الاكادير، وكانوا بارطاجاتها واحد لاباج ديال الوداد، قال كان كيهضر وكيقول لهم فين هي هاد تيقول لهم لا فامي، كتقول لهم نتوما حنا راه عائله، ولكن فاش كنخرج من التيران كتكريسيني، شنو هاد المفهوم ديال العائله عندكم؟ كيفاش بغيتوه يكون؟ وانت كتكريسيني انايا، كتكريسيني فاش كنكون خارج من التيران. يعني هنايا الدراري تبارك الدراري القصيرين هما اللي تيديروا البلبله، يعني الناس اللي بعقلهم راه ما غايديروش هكا. والله يهدي ما خلق، هادشي اللي غادي نقول، الله يهدي ما خلق، والله يبعد علينا شر الخلق، والله يبعد عنا هادشي هذا ديال الفتن، والله يبعد عنا الفتن يا ربي يا ربي. وهذا ما كان اخوتي، كما قلت لكم اللي بغى ينقص الوزن ديالو يدخل لهاد لاباج هادي، هاي خليتها لكم، يعني دخلوا تستافدوا مزيان، راه غادي تستافدوا مزيان، ديروا بصح خاصة بيد الله غادي تستافدوا مزيان، لان فيها كاينين الناس اللي كيحطوا الماكله اللي كيصوبوا همايا، وكاين اللي كيشارك معاك الماكله ديالو، لان بزاف ديال الناس يقول لك ما عرفتش غناكل، انا ما عرفتش غادي ندير، انا ما عرفتش غادي ناكل، يعني كتبغي تبع شي بروغرام ديال الماكله وانت مشهي واحد الحاجه، يعني انا نقدر ناكل داكشي اللي بغيت انا، ماشي بالضبط عندي واحد البروغرام ديال الريجيم غنتبع هذاك الريجيم قاصح، حيت الريجيم القاصح راه لا علاقه، عم باش نكون واضحين، انت تبع واحد الريجيم قاصح كتمنع راسك من الماكله، وكتحبس على راسك الماكله، وكتولي تاكلها واحد شي تخربيق، وفي الاخر فاش كتطلع عليك الدم منك الريجيم كترجع كتولي تاكل الدوبل ديال الماكله، اما انك تي كتاكل داكشي اللي بغيتي انت وانت ناقص، يعني ناقص شي حوايج، يعني كنقص بحال دابا الزيت، المقليات كتحيد عليك المقليات، ما عندك ما دير بهم، بلاص ما غنقلي بحال دابا انا مشهي السردين، نقول انا مشهي السردين بلاص ما غنقليه غنديرو في الفران، غنديرو بحال القليان، راه كاينه طريقه زوينه كديرو، كتشدو كتشد السردين كدير ليه كتعمرو كدير ليه اللقامه ديالو، الشركات الناس اللي كيبغيو الشركات كدير شركه على شركه كدير لها اللقامه ديالها، وكتشدو كديرو في لاشابلور، كديرو في لاشابلور راكم عارفين اللي ما عندوش لاشابلو، باش دير الخبز كامل ويدكدكو وديرو فيه هكا، رش عليه شويه ديال زيت العود وديرو فداك البابي فوق اللاطه ودخلو الفران، والله كيجي خطير، كيجي روعه قسما بالله، ما تشبعوش منه، والله ما تشبعوا منه، كيجي واعر. وحاولوا ناكلوا ماكله صحيه، يعني الماكله اللي كتكون فيها القليان وهكا، هذيك هي الماكله اللي انت ما كنهضر وكتشتني السخره، يعني ما عرفتش على هذا الدجن كامل من هنا تيضرني، ما عرفتش مناش مشكيت عليكم يا ربي، مشكيت عليكم، والله يشافي اي مريض يا ربي. كما قلت لكم راه الماكله صحيه، يعني نقدر نتفادى داك الشيء ونبداو ناكلو كما قال واحد الكوتش، قال لك نتعلموا ناكلو بالفرشيط، نتعلموا ناكلو بالفرشيط، يعني حنا المغاربه عزنا التغماس، يعني من صغرنا حنا نغمس المرقه الطاجين هذي، ناكل طاجين حقي، ناكل انا الطاجين، ولكن ندير فيه خضيره قريعه، خويزوات، شويه ديال البطاطا، يعني ما نديرش ديك البطاطا كثيره، وناكل غير بالفرشيط، ولا غادي ناكل ربيع ديال الخبز ديال الزرع ولا ديال الشعير، ونغمس شويه ونكمل بالفرشيط، وما نشبعش، ما نحش بالمعده ديالي تقلات، صافي تقلت، وغتشوف راسك كي غادي تولي، غتولي تحس براسك خفافيتي، وغتبدا تحس براسك حتى المعده ديالك كتبدا ترتاح،
ماشي انا تعرف 12 الليل عاد ندير المرقه وناكلها والنعس. راه باش كناكل والنعس زيد كنخمم. وواحد الحاجه كانت واحد السيده كتبات ليا في سميتو كتبات على واحد فواحد فهاد لاباج هذيك على 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 الماء. الماء ما نحاولوا ما نشربوش الماء ورا 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 وسط الماكله، يعني نكون تناكل وتنشرب الماء كتكون كنخمر ورا الماكله مباشره ما نشربش الماء، يعني نخلي واحد نص ساعه نشرب الماء ولا نشرب قبل، يعني قبل من الماكله من الغب من الوجبه ديالي نشرب كاس ديال الماء ديالي ونبقى واحد شويه وناكل، يعني واحد ربع ساعه ولا هكا وعاد ناكل. ومن ورا الماكله ديالي حتى واحد نص ساعه تقريبا عاد نقدر نشرب الماء. وبالنسبه للصيام المتقطع راه غتشوفوا البروغرام اللي كيمشيو عليه وغتشوفوا غتشوفوا بزاف ديال الحوايج زوينه غيعجبوكم في هاد لاباج هادي. راه ماشي اشهار ولكن انا عجبني عجبتني لاباج وعجبني هكا قلت والله تنشاركها معكم باش حتى نتوما تستافدوا وتشوفوا. انا كندخل غير مره مره كنطل وكنشوف الوصفات اللي كيديروا الناس، قلت والله تنشاركها مع المتابعين ومع الناس ديالي اللي كيحبوني وكنحبهم. وشكرا لكم بزاف وما تنساوناش من اللايكات ومن البارطاج ديالكم. عرفتي ما نعش بزاف قسما بالله في الصباح صبنت الحوايج درتهم في ماكينه الصابون ديال الدري اللي معايا مسكين هنايا، واحد الدري تا هو كان واحد البيض راه خدام دابا، صبنتهم نشرتهم في الصباح مع جواشي 11 وكذاك صافي. وجيت بقيت مريح صيفط ليا الفطور صافي بقيت مريح حيت تشكي شاري التليفون مع ما كانش كيتشارج عليا. مشيت شريت كابلي مشيت شريت واحد الكابلي تخسر ليا صافي درتو لقيت التليفون كاع طافي ليا الصباح صافي درتو يتشارجا صافي. وبقيت شادو كنلعب فيه كنتفرج من هنا من هنايا واخا كندير غير نجمه 6 معليش ماشي مشكل حيت كنبغي نلوح فيديو خصني نمشي للقهوه وصافي. دابا نوض ندوش نخوي عليه شي ستايل ديال الماء نتصحصح شويه ونهبط دوك الحويجات بعدا هما الاولين من الصابون نهز الحوايج ديال الخدمه نديرهم في الصاك ديالي ونمشي نشوف اش غادي ندير ناكل شي حاجه خفيفه وندوز نشرب شي قهيوه صافي ونشد الطريق حيت هاد الايامات مزيرين على الوقت.